السلام عليكم اخواتي اخواتاتي المغاربه، كيف انتم؟ معكم هدى بلقادي الحلوي من مدينه جنيف في سويسرا، من لي ناسيونز اوني، لا بلاس دي ناسيونز اوني ا جنيف. معنا لو بوليزاريو، لو جروب بوليزاريو جايين سويسرا هنايا. ها هما. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي، انا خارجه، انا هنا جنسية المغربية وعاش الملك والصحراء المغربية وحضر المغربية وحضر المغربية الصحراء المغربية وحضر المغربية حتى تفهم الصحراء المغربية. لو سارا اي ماروكا لو جروب تيروريست بوليزاريو اي سون لا اي سون عاش الملك عاش الملك. يلا اخواتي شفتوا خواتي ها هما خواتي خواتاتي المغاربة، السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا هجموا عليا لو جروب بوليزاريو، ها هما تعداو عليا، بغاو يجيفوني ويساليو معايا هنايا في مدينة سويسرا في جنيف. سرقوا لي الراية ديالي بيان سور، كلمت الشرطة، ها هي رجعتها. هذا الرمز ديالنا الصحراء مغربية وحظ مغربية حتى تسنى الدنيا إن شاء الله. أنا كلمت الشرطة السويسرية، ها هي، وغادي ننزل دابا للمستشفى باش نعملوا الإجراءات ونرفع الدعوة إن شاء الله ضد هذا النظام البوليزاريو اللي موجود عندنا في مدينة جنيف. فوالا، كنقول لكم سو سون دي تيروريست إرهابيين. فوالا لا بروف، أون با بو ديسكوتي. Tout est dans la vidéo en direct, vous pouvez la visionner. Allah yakhalikoum akhwati. Restons solidaires. Voilà le jawab ديال الشعب البوليزاريو في مدينة جنيف. السلام عليكم اخواتي، معكم هدى بلقادي الحلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر يقنو، رئيس جمعية الصحراء المغربية بسويسرا. العدوان الغاشم الذي تعرضت له الصحفية المغربية السويسرية الأستاذة هدى بلقادي الحلوي من طرف شرديمة من البوليزاريو، اليوم أمام مقر الأمم المتحدة، يبين مرة أخرى مدى الهمجية التي تسيطر على عقول هؤلاء يعني المجرمين. أتوا إلى أوفين أمام مقر الأمم المتحدة التي بدت فيها اليوم دورة حقوق الإنسان، وهذا لا يتماشى مع القيم والأخلاق والأعراف لدول دولة سويسرا. وبعدها تم إلقاء القبض على ثلاث من هؤلاء العصابة من مرتزقة البوليزاريو، تم حجزهم وتم يعني أخذهم يعني بالكبشات من طرف الشرطة الدبلوماسية بمدينة جنيف السويسرية. والآن راح يعني العدالة بإذن الله غدا راح ترى في موضوعهم، وإحنا نندد بهذا السلوك الغاشم لهؤلاء الشرذمة، وماشي أول مرة، وهذه يعني آخر مرة اللي راح يتجروا بالتعدي على واحد من الصحفيين ولا واحد من المواطنين المغاربة في الخارج. لا يعني احنا بالمصاد لهم وبال يعني بالامانه ان السلوك هذا مش جديد على هؤلاء المرتزقه، ونتمنى ياخذوا العقاب الذي يستحقونه في اقرب وقت. والسلام عليكم، اخوكم عبد القادر يقنو، رئيس جمعيه الصحراء المغربيه بسويسرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.